آخر أخبار الجالكسي S21 ومميزاته، وأخبار عن تقنية الأندر ديسبلاي كاميرا على S21 سواء حتيجي وياه أو ما تجي، وأخبار عن المعالجات القادمة لسامسونج بنشرتنا التقنية السريعة لهذا اليوم. وقبل البدء بالتفاصيل، إذا كنتم غير مشتركين بالقناة تأكدوا من الاشتراك ويانا بالضغط على كلمة اشتراك أو سبسكرايب بالأحمر بالأسفل، وكذلك تفعيل جرس التنبيهات حتى تبقون بتواصل دائم مع كل جديد نقدمه بالقناة أولا بأول. ولا تنسونا من الإعجاب أو اللايك، لأن هذا يساعد على نشر المقطع بشكل أكبر. وأهلا بكم بفيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أحبابي المتابعين الكرام. الجالكسي S21 حيكون جهاز مثير جدا السنة القادمة ولعدة أسباب، فبحسب الشائعات ممكن يكون هاتف S21 أول جهاز من سلسلة الأس اللي يجي مع دعم كامل للقلم أو الأسبن. عموما S21 Ultra ممكن ما يجي ويا قلم الأسبن، يعني ما توجد به فتحة خاصة لحفظ القلم مثل اللي نشوفها على أجهزة النوت، لكن ممكن يجي مع دعم كامل لجميع وظائف القلم. الجالكسي S21 أيضا حيجي مع تغييرات سامسونج اللي حتدخلها على المعالجات وطريقة عملها، واللي ممكن يكون الحل المنتظر لمعالجات سامسونج حتى تكون على الأقل بنفس مستوى أداء معالجات الكوالكوم. أيضا هاتف S21 ممكن يكون أول هاتف من سامسونج اللي ما يحتوي أي ثقب بشاشته للكاميرا الأمامية أو كاميرا السيلفي، وتكون جميع الأمور تحت الشاشة أو الأندر ديسبلاي. وبالكلام عن تكنولوجيا الأندر ديسبلاي، فالمسرب الآيس يونيفيرس قدم تغريدة على تويتر بهذا الخصوص، قال بيها إنه تكنولوجيا سامسونج الأندر ديسبلاي للكاميرا الأمامية هي أفضل بكثير من الحلول التقنية وكذلك التكنولوجية اللي قدمتها بعض الشركات وخصوصا الصينية. وأيضا سامسونج خلت قيود كثيرة لتكنولوجيا الأندر ديسبلاي الخاصة بالكاميرا الأمامية حتى تكون أفضل ما يكون. وبالجزء الأخير من تغريد تصرح: When the two meet, the underscreen camera of the Galaxy S21 is Schrodinger's cat state. فالأشخاص اللي ما يعرفون عن تجربة قطة شرودينجر، فهي عبارة عن تجربة فكرية للعالم الفيزيائي شرودينجر، حيث تصور أنه القطة تكون بداخل صندوق محكم الإغلاق، وكان مع القطة جهاز مميت لكن نسبة قتله للقطة هي 50% خلال ساعة واحدة. وبعد ساعة كاملة شرودينجر سأل شنو حيكون حال القطة، فالتعليقات كانت إما القطة تكون حية أو ميتة، لكن شرودينجر صرح أنه طبقا للفيزياء الكمية أو الكوانتم فيزيكس، باللحظة اللي نفتح بيها البوكس فالقطة تكون أمام احتمالية أنه هي حية وميتة بنفس الوقت، يعني فقط بالوقت اللي نفتح بيه البوكس حنتعرف بصورة مؤكدة أنه القطة حية أو ميتة. أعرف أنه الموضوع يبين غريب بعض الشيء، لكن البوينت أو فكرة آيس يونيفيرس اللي يريد يوصلها هو أنه تكنولوجيا الأندر ديسبلاي لهواتف سامسونج سلسلة S21 هي قادمة وغير قادمة بنفس الوقت، يعني فقط بالوقت اللي حنفتح بيه البوكس راح نتعرف بصورة مؤكدة من هذا الشيء، على الأقل هذا الكلام حاليا. فبيسكلي الآن توجد فرصة 50% للأندر ديسبلاي كاميرا للS21 أن تظهر أو ما تظهر على الهاتف. وحتى المسرب روس يونغ أيضا صرح أنه توجد فرصة 50% لظهور هذه التكنولوجيا بهاتف S21، وإذا ما أجت مع S21 فراح تجي مع الفولد 3 بصورة مؤكدة. شركة شاومي مؤخرا قدمت تكنولوجيا الأندر ديسبلاي أو الثيرد جنريشن أندر ديسبلاي بواحد من الهواتف، وكذلك قدمت الصور الملتقطة بالكاميرا واللي إجت بدقة جيدة مقاربة لكاميرات السيلفي العادية الظاهرة على الشاشة. الإعلان من شاومي صرح أنه الهواتف اللي تحمل هذه التقنية حتتوفر بالأسواق العام المقبل، ولكن آيس يونيفيرس بيّن أنه تكنولوجيا سامسونج بهذا المجال هي أفضل بكثير من شاومي وبقية الشركات الصينية بشكل مؤكد. لكن الأمر الأهم الآن بالإضافة إلى تحسين قدرات الكاميرا الأمامية هو أيضا تحسين مظهر الكاميرا بحال عدم الاستعمال، حيث تقدرون تشوفون بهذه الهواتف أنه موقع أو موضع الكاميرا الأمامية يظهر بشكل سيء، خصوصا لو كانت الشاشة تعرض اللون الأبيض. وحتى مع شركة شاومي أيضا موضع الكاميرا واضح وبشكل سيء،
أقصد موضع كاميرا سيلفي بتقنية الأندر ديسبلاي، ولذلك فشركة سامسونج تطور الوضع بصورة كاملة قبل إطلاق هذه التكنولوجيا للعالم. وإذا ما تمكنوا من إكمال العمل بوقت إطلاق S21 فأكيد ما راح يخلوها بالهاتف، وهذا بالضبط معنى كلام آيس يونيفيرس بتغريدته. وبالحديث الآن عن المعالجات، فأكو خبر يقول إنه سامسونج will attack Qualcomm on two fronts next year، وهو إنه سامسونج حتهاجم كوالكوم السنة القادمة. إذا مثل ما هو واضح للجميع، فجوة الأداء بين معالج الإكسينوس والسناب دراجون زادت بالسنوات السابقة وبشكل ملحوظ، ولهذا السبب كوالكوم زيدت من أسعار معالجاتها، حيث المعالج اللي يجي مع النوت 20 ألترا السناب دراجون 865 بلس هو الأغلى من أي وقت مضى، ويكلف الوحدة قرابة $150 تقريبا، بالوقت اللي تصنيع الهاتف يكلف سامسونج $550 لتصنيع الهاتف بشكل كامل. لكن السنة القادمة سامسونج حتستعمل هذه النقطة لصالحها، حيث حتهاجم كوالكوم من جبهتين. اولا حيرفعون من قدرات معالجات الإكسينوس حتى تكون مقاربة للسناب دراجون، وثانيا حيقللون سعر الإكسينوس 1000 او الالف، واللي يجي بكود نيم او اسم لامبس، واللي حيدفع الكثير من الشركات ان تستعمل معالجات سامسونج الجديدة، وبالتالي يزيد الحصة السوقية لسامسونج. وخلص وصلنا لنهاية الفيديو، خلوني أعرف آراءكم بالتعليقات، ولا تنسون الاشتراك واللايك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. لأي سؤال أو استفسار بإمكانكم التواصل معي على حساباتي على الفيسبوك والإنستغرام، وتركوا تعليقاتكم بالأسفل. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإن شاء الله نلتقي بالفيديوهات القادمة. في أمان الله. We'll be right back.